الاثنين مازن وإيساف، إيساف ومازن. سؤال بعشر نقاط وما تستعجلوش. معلومات عامة والسؤال هو: كانت المكاكو العملة الرسمية لإحدى دول أمريكا الوسطى، فما هي؟ المكاكو، المكاكو بعد استقلال الدولة 1830 كانوا بيستخدموها كعملة، ورسمياً 1856، وبعد كده اتغيرت 1883 للبيزو الإسباني، وبعد كده كولون، ودلوقتي البيتكوين وعملة كمان. إجابتك؟ كوستاريكا؟ لا، أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة رسمية. إجابة خاطئة. بنما؟ بنما دلوقتي عملتها الدولار الأمريكي والبيتكوين، وبنما إجابة خاطئة. السلفادور. تمام. السؤال اللي جاي زياد وعماد، محمد عماد وزياد، رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب برازيلي يحصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام 2011؟ بصوا بقى، هقول له كل المعلومات. إجابتك؟ كاكا. كاكا طبعا. إجابة خاطئة. كان بيلعب مع سانتوس في مباراة فلامينجو، رقص كذا لاعب وسجل الهدف وخسروا ضد فلامينجو 5-4. مين بقى؟ ساعتها رونالدينيو كان بيلعب وسجل 3 أهداف، بس هو اللي خد أحلى هدف. مين بقى؟ نيمار. نيمار دي سيلفا. إجابة صحيحة، برافو عليك. طبعا مستعجل ليه يا محمد؟ الأسئلة بقت صعبة، محتاجة معلومات، غير لو الإجابة عندك. خلاص الإجابة عندك مش علومك، الإجابة مش عندك لا اسمع بقى وفكر. السؤال اللي جاي يحيى وأحمد ياسر، أحمد ياسر ويحيى إسلام، تكنولوجيا، والسؤال هو: ساهم إيفن شارب في تأسيس أحد تطبيقات نشر الصور والفيديوهات عام 2010، فما هو؟ ابتدى من شقة صغيرة في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، أكتر من 1 مليار داونلود على جوجل بلاي، صور بجودة عالية. إجابتك؟ إنستغرام. إنستغرام إجابة خاطئة. أشهر موقع تحميل صور في العالم. أول ما حاول الإجابة أتتخضوا. إجابتك؟ تويتر. إجابة خاطئة. مين؟ بنترست. بنترست كلكم عارفينه. معلش هارد لك. عمرو والحسن، الحسن وعمر، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 146 زائد 16 في 5 على 4 يساوي كام؟ 166. برافو عليك، إجابة صحيحة. برافو عليك. هارد لك الحسن. نتيجة في نهاية الفقرة: 40 النصر اسكندرية، 50 مغاغة المنيا. النصر ابتدوا يرجعوا تاني في المباراة.